السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أيش عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. العمل تعلن إطلاق رواتب المعين المتفرغ، وكذلك تطلق برنامج إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وهذه تفاصيله. وقعت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة التفاهم الخاصة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وموائمته مع الورقة الإصلاحية البيضاء للحكومة. وقال بيان للوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع استراتيجية وخريطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة قصيرة الأمد لتداعيات كورونا، وأيضا لحماية المواطنين الأقل دخلا. وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد أن أهداف مذكرة التفاهم أيضا هو تقديم المنح المالية ضمن شبكات الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء الحوامل، مع وجود تنسيق وترابط بين الهيئة ووزارة التربية والصحة، فضلا عن توسيع وصول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي إلى نظام الحماية الاجتماعية القائم على التوظيف في سوق العمل النشط. وأوضحت أن المذكرة شددت على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان التكامل في تحقيق مخرجات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية. وأشار البيان إلى أن التوقيع تم بحضور وكيل وزارة العمل الدكتور عبير الشلبي، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمية، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتجارة.